Audio Jungle. إذا كانت عندك أوراق كثيرة، إذا كانت عندك ملفات كثيرة، حان الوقت للتخلص من هذه الفوضى وترتيب كل ملفاتك. أول خطوة، قم بجمع ورمي جميع الأوراق التي حولك، واحذفها بعيد. إيش قاعد يسوي اللي قاعد يجمع قواطي؟ أكيد قاعد يجمع قواطي. الآن اذهب إلى مكتبك واجلس بكل ثقة وافتح جهازك وابدأ العمل. أنا ما لي علاقة بالموضوع. خبزاً خبزته. اكله.